ولا رئيس الجمهورية تفعيل الفصل 99 من الدستور، وهذا ما تمش، وهذا رئيس الجمهورية رفضه، وتوجهنا نحن مباشرة كحركة مشروع تونس لرئيس الجمهورية وطلبناه بتفعيل فصل 99. رئيس الجمهورية اختار عدم تفعيل فصل 99. طلبنا من رئيس الحكومة كذلك أن يلتجئ إلى البرلمان لنيل ثقة حكومته، رفض رئيس الحكومة واعتبر اللي هو عنده شرعية دونك ماهوش في حاجة إلى التوجه إلى البرلمان. وطلبنا كذلك من مجلس النواب والنواب من تحمل مسؤوليتهم تجاه الأزمة السياسية والأخلاقية الموجودة ويفعلوا ما يسمى بلائحة اللوم لا موسون دو سانسور ضد هذه الحكومة أمام عدم تفعيل الثلاثة آليات الدستورية اللي هي ممكنة قانونا. شنو اللي قعد؟ قعدت عنا حكومة معلقة، عنا وضع سياسي متأزم، عنا صراعات ما بين رأسي السلطة التنفيذية، عنا على مستوى البرلمان تغيير زاد كيف كيف على مستوى الكتل. قلنا الحل الأخير اللي قعد ممكن، لأنه كما قلت لك نحن كحركة مشروع تونس ونتحمل مسؤوليتنا في ذلك، نرفض الجلوس على الربوة ونقعد ونتفرج في تأزم الأوضاع. قلنا نتعدوا إلى مرحلة رابعة اللي هي معناها أخف الأضرار أمام عدم تفعيل الآليات الدستورية، وهو القيام بتحوير وزاري جزئي اللي نادت به كل الأطراف، لأنه حتى حد ما ينجم ينكر اللي تحوير الوزاري نادت به كل الأطراف راهو في الفترة الأخيرة. نحن يمكن أول ما نادينا به عن عام، لكن واضح بالعيد نذكر أنه حركة مشروع تونس حتى في بياناتها الصادرة عن المكتب السياسي دعات إلى حكومة كفاءات مستقلة غير معنية بالانتخابات القادمة، ولكن الحركة اليوم تشارك في حكومة كفاءات سياسية بامتياز، حكومة سياسية بامتياز. خليني نجاوبك، لأنه هذايا اللي نحن هذاك موقفنا وهذاك اللي نحن حبيناه عامل تالي، لأنه هذا هو اللي قلت لك الإشكالية. راهو موقفك، أنا ديما نقول راهو المواقف وقت اللي نحلوها نحلوها بالمعطيات اللي خليتك تاخذ هذاك ذلك القرار. طيب من عامل تالي لليوم ماذا تغير؟ ماذا تغير؟ فسرت لك، معناها أزمات سياسية، أزمات أخلاقية، صراعات ما بين رأسي السلطة التنفيذية، عدم تمكن من تفعيل الآليات الدستورية. إيش نقول اللي نعمله؟ نخليه الحكومة من غير حتى سند، نخليه الحكومة في أزمة، نخليه الحكومة مش مشكلتنا الحكومة راهو، لأنه الانعكاسات معناها الأزمة الحكومية عنده انعكاسات على معيشة المواطن التونسي وعلى معناها المستقبل حتى الانتقال الديمقراطي. راهو عنا انتقال ديمقراطي يحتم عليك في 2019 باش تمر إلى انتخاب تشريعية ورئاسية في موعدها. الحكومة بهذه الوضعية وبهذه الصراعات لا نجمو نمشيو ل 2019، لا نجمو نعملو انتخابات تشريعية ولا رئاسية، لا عندك هيئة دستورية، محكمة دستورية، ولا عندك هيئة الانتخابات، ولا عندك حكومة معناها قادرة على تسير دوائر بالدم. عندنا 8 شهور ونحن والمواطن التونسي يعاني جودي بيان، يعاني في العرك ما بين السياسيين وفي الأزمة ما بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، رئيس الحكومة والحزب نتاعه والمدير التنفيذي، وما بين الحكومة ومجلس النواب. جستمو هذا هو مربط الفرس ربما. نحن قلنا لتحريك، عطيتني خيط للانتقال ولا الربط. وطفة بالعيد قبل ما عندك الكلمة لبولبابة سالم الكاتب والمحلل، اليوم بعض القراءات تذهب إلى أنه حركة مشروع تونس ما تغيرتش في علاقة برؤية تتعلق ببرنامج حكومي أو بتصور للمرحلة القادمة بقدر ما تغيرت في تموقعها السياسي. اليوم فما عركة واضحة في المشهد السياسي داخل أجنحة السلطة، الباجي قايد سبسي ومن خلفه ابنه وجزء من حركة نداء تونس ويوسف الشاهد وبعض الملتفين حوله، وكأنه اليوم حركة مشروع تونس ومحسن مرزوق اختاروا يوسف الشاهد على حساب الباجي قايد سبس. لا والله صدقني مطلقا لا، وانا شاهد عيان معناها في هذايا. نحن الاخر وكنت موجودة هنا في الراديو هذا وغيره من الإذاعات وبينت الموقف. نحن الاخر وقت راهو عنا يمكن حتى الشهر التالي كنا نطالبوا وكنا نديو بإحياء إعادة إحياء والرجوع إلى نداء تونس التاريخي، وقمنا بالعديد من المبادرات ومن معناها المحاولات في هذا الإطار. نحب نذكر سادة المستمعين اللي نحن أمضينا على شهرين التالي اتفاقية معناها كتلة حركة مشروع تونس، الكتلة الحرة لحركة مشروع تونس داخل مجلس النواب مع كتلة نداء تونس. كنت قراب أيضا من العودة لنداء تونس وأن يكون محسن مرزوق أمين عام النداء التاريخي كما تسميه. كنا معناها كنا الترف في إعادة إحياء النداء التاريخي وحركة نداء تونس. ماذا حدث؟ معناها ما فماش استفاء في الأثناء، موش استفاء. باش قايد سبسي رفض أنه يكون أمين عام محسن مرزوق للنداء التاريخي. لا لا ما ندخلش أنا هذا ما قيل في الكواليس، فتح بالعيد فرصة للتوضيح. أي لا شوف أنا نحترم المقامات بالنسبة لي أنا رئيس الجمهورية، باجي قايد سبسي هو رئيس الجمهورية. دونك أنا خليني نحكي على نداء تونس ومكونات نداء تونس. مكونات نداء تونس رفضت
رفضت معناها أن تكون حركة مشروع تونس معناها تكون في إطار معناها هالرجوع إلى هالهيكل الحزب القوي اللي هو الحزب اللي في 2014 حقق التوازن السياسي. رفضوا رغم المحاولات العديدة، رغم اللي مدينا يدينا، رغم اللي عملنا معناها كل مجهوداتنا، لكن رفضوا. واللي معناها يخليك تفهم أنت الوضعية الساحة السياسية اللي وقت اللي نحن كنا في المشاورات من أجل معناها الالتحاق ولا الرجوع إلى تونس والقيام بالمؤتمر، فوجئنا بمعناها وجود سليم الرياحي ودخوله إلى الحزب وتوزيع المسؤوليات. سليم الرياحي حليفكم في جبهة الإنقاذ والتقدم. لا لا حليفنا، لا شوف هذاك حليفنا في إطار محاولة معينة للتجميع. نحن رانا مانيش ضد التجميع، باش نقعدوا ديما نخدموا على أساس التجميع، لأنه ديما كنت ديما نقولها راهو إذا كان ما فما واحد مازال ما فهمش اللي التجميع القوى هو الحل، راهو بالنسبة لي أنا في السياسة لن ينجح. التجميع بالنسبة لي نحن هو الحل، لكن نحكيو على الوضوح. وقت اللي نحن كنا نحكيو مع نداء تونس وقيادة نداء تونس للرجوع إلى الحزب هذايا وتكوين معناها حزب قادر على معناها التموقف في الانتخابات نتاع 2019، فوجئنا بوجود سليم الرياحي وتوزيع المسؤوليات وإقصاء حركة مشروع تونس. دونك بالنسبة لنا نحن حتى حد من نجم يجي يقول لنا على حكاية الاستفاف، لأن بالنسبة لنا نحن رفضنا، نرفض مطلقا الاستفاف. كانت محاولتنا ديما في إطار التجميع والالتقاء حول مشروع الحديث التقدمي نتاع 2014. واضح. رفضوا ذلك. دونك هما معناها اختاروا هذا التمشي. والبابا سالم الكاتب والمحل حركة مشروع تونس بعد ما كانت تقريبا من مسار لإحياء ما يسمى بالنداء التاريخي، وتم الحديث على إمكانية أنه يكون محسن مرزوق هو الأمين العام لهذا الكيان السياسي استعدادا لقادم الاستحقاقات الانتخابية. نلقاو حركة مشروع تونس يتم حديث على نهاية صراع إيديولوجي مع حركة النهضة، إشادة من عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة في هذا المنبر بالذات بشخص محسن مرزوق الأمين العام لحركة مشروع تونس وبتطور موقف حركة مشروع تونس. واليوم وكأنه حركة مشروع تونس تغير موقفها من التكتيكي إلى الاستراتيجي باختيار يوسف الشاهد. صحيح أن توسمعت بانتباه الكلام مدام بالعيد. هي السياسة ما فيها جانب كبير براغماتي، وجانب البراغماتية السياسية أن الإنسان يتكيف مع كل مرحلة سياسي. معناها الحزب ماهوش حزب محنط ايديولوجي كاك في قالب لازم يكون معناها اتجاه خطي في اتجاه ما، يتكيف حسب المتغيرات. والمتغيرات هذه انا راه مثلا معناها حزب او حركه مشروع تونس فما تطور في خاصه في مستوى الخطاب وحتى في مستوى التحالفات. علاش؟ لان توا مثلا محسن مرزوق او حركه مشروع تونس كانت تقبل، صحيح مسألة اللي تحكي فيه مدام توا بالعيد معناها مسألة التجميع إلى غير ذلك، كانت في المعارضة معناها مشروع تونس ما تنجمش تتحالف مع الجبهة الشعبية، مشروعين مختلفين. بالنسبة للسلطة معناها صحيح فما كان نوع من التقارب مع نداء تونس، وخاصة في الصيف شفنا مثلا بعدك احتدام الصراع بين رئيس الحكومة والمدير التنفيذي للحزب حافظ قايد السبسي، شفنا زادة كيف كيف اللي محسن مرزوق حاول يرجع لدى تونس وحاول تصير مفاوضات وصارت مفاوضات. ولكن محسن مرزوق نجم تنتقده في الكثير من الأشياء إلا أنك تنتقده بالغباء. لا ماهوش غبي بنا سياسيا، وأنا نعرفه حتى قبل في الجامعة يعرف كيفاش أحيانا معناها يبوهم. مش معناها ما عندوش زلات، لا عنده برشا زلات، لكن على الأقل في القرارات الكبرى ينجم يتخذ القرارات في وقتها. هو بالنسبة ليه وحركة مشروع تونس بطبيعة بهيكلها الكل يشوفوا اللي معناه التواجد أو التحالف أو الالتقاء أو التقارب مع يوسف الشاهد أفضل، خاصة أن الفترة الأخيرة محمد شفنا فما انسحابات من حركة مشروع تونس صارت. شفنا ليلى الشتاوي انسحبت، شفنا صاحبي بن فرج انسحب، واللي هما كانوا من القيادات ما يسمى بكتلة يوسف الشاهد. فلا بكتلة يوسف الشاهد أو الحزام السياسي ليوسف الشاهد. وبالطبيعة لهنا كأي حزب يحاول باش يحافظ على المناضلين متاعه شافوا اللي ربما عودة مرزوق إلى النداء وكأنه معناه خلاص شخصي. مش هذي الناس خرجت من نداء تونس على خطره هو، معناه مشروع تونس كانت تكور في الأساس وخرج من نداء تونس لأن كانت فما اختلافات كبيرة، اختلافات في العديد من التوجهات،
خاصة مثلا في العلاقة مع النهضة، خاصة زادك كيف في الـ في الـ في الـ في السلطة في داخل نداء تونس وفي توزيع المسؤوليات وفي التسيير نتاع الحزب. طيب هل التغيير الحالي تغيير مبدئي، تغيير براغماتي، تغيير استراتيجي، وين نجم نصنفوه هذا؟ انا نصنفه في التغيير هذايا ينجم يكون تغيير مبدئي. نجم نقول علاش؟ لان الانسان تولد سياسي من المفروض ديما يتعلم من التجارب ويكتسب خبره حتى من الممارسه. راهو ساعات تتعلم حتى من خصومك، احيانا معنا في السياسه راهو تتعلم حتى من الخصوم تاعك. مثلا فما اكثر كلمه تو مثال مدام وطفه بالعيد، انا معناها تو نتبع فيها قداش في حتى في البلاتو برشا من الاعلاميه، وباش كان هي معناها برشا يحكيوا ديما على تجميع القوى الحدثيه والتقدميه، وهذه راهو كلمه وشعار باهي. هو كشعار لا، هو حقيقة خطر... ما يمكن شعار على مستوى التنفيذ الصعيب. أيه. ما هو لو حقيقة لا لا شو ها تهون عندك عليش. أيه. تو هي الساحة السياسية ما تبدأ فما حياة سياسية كما تكون فما قوى متوازنة وفما تعادلية. هو توفيق الحكيم عنده كتاب باي اسمه التعادلية مذهبي في الحياة والفكر. إذا كان ما يكونش فما إكليبر في الحياة السياسية ما عشتولي فما حياة سياسية. إذا كان باش تغول طرف ما عملنا حد شيء. حركة النهضة حركة قوية ومتجذرة ومنظمة ومهيكلة، هذا حتى أشد خصومها يعترفوا به. بالنسبة للقوى الحدثية والتقدمية وما يسمى بالطيف هذي الحداثي، أراه زاد كيف كيف. علاش كي نحكينا على الشعار؟ لأن معناها نتحاوروا برشا معاهم وإلى غير ذلك، نشوف اللي هو أكثر كلام. لأن تو الحداثة حتى في مفاهيمها والتقدمية راهي سلوك ممارسة، راهي معناها نفي للشخصانية، راهي معناها أن الفرد يضحي من أجل المجموعة ويلتزم بالقيم والمبادئ أكثر من المصالح الشخصية. أراه كيف كيف، أراه ما تنجمش حزب يكون حداثي وتقدمي إذا كان ما عملش مؤتمر. شنو حدث أخي؟ كيفاش تكون حزب ديمقراطي يعني كان موفق وأنت لا تمارس في التحاقه بالحكومة؟ أنا بالنسبة لي في خياره هذا، بالنسبة لمحسن مرزوق وبالنسبة لحركة مشروع خلينا تونس. في مشروع تونس، مشروع تونس مشروع تونس لأنه وطفة بالعيد ما تحبش شخصنا. لا ما تحبش شخص، أنا بيجي مش الأمين العام. وأنا بالعكس وأنا بالعكس من الحاجات الباهية ربما من الأحزاب القليلة اللي تلقى رئيس المجلس المركزي متاعها مرأة، معنا امرأة، وهذه حاجة مهمة جدا ومنتخبة، معنا مش حاجة هينة لهنا. بالنسبة للالتحاق بالركب الحكومي هنا والتشكيل، لأن شوف الحكومة هذه ما هيش متضرر منها حاجات كبيرة برشا، هي في فترة محدودة تقريبا من هنا لأكتوبر 2019 وباش تصير انتخابات، وفي الأثناء راهو ينجموا معناها يخدموا مع بعضهم في السلطة ولكن في حزبيا يتنافسوا، ما فما حتى إشكال. ياو في ألمانيا الحزب الاشتراكي الحزب الديمقراطي المسيحي معناها مختلفين تماما، الإخوة الأعداء في حكومة واحدة، في حكومة ميركل، وخدموا مع بعضهم ولكن بعد في الانتخابات كل واحد يختبر. لكن الفرق بين التجربة الألمانية والتجربة التونسية حسب رأي البعض وطفة بالعيد يقولك البرنامج، يقولك حركة مشروع تونس من الأحزاب اللي كانت دائما تنتقد حكومة يوسف الشاهد وتقول أن الحكومة هذه بوصلتها ما هيش واضحة في علاقة بالبرنامج وخاصة الرؤية الاقتصادية والاجتماعية، وهذا اللي خلى البعض اليوم يوسف الحكومة الجديدة بأنه التغيير اللي تم عليها هو تغيير شكلاني وأنه فيها بعض الأسماء ليست بالكفاءة المطلوبة، وكأنه حال الحكومة الحالية جديدة حكومة يوسف شاهد ثلاثة اللي تشاركوا فيها كحركة مشروع تونس ينطبق عليها المثل الشهير نبيذ قديم في قنان جديد. أما تسمحني نحب نعرج على زوز نقاط، زوز نقاط نعتبرهم هامة. الصراع الإيديولوجي مع حركة النهضة ودور وتواجدنا في الحكومة مع حركة النهضة، خليني مثلش نوضحها لأنه هذا قاعد يتقال. شوف نحن راهو حركة مشروع تونس رفضنا المشاركة في حكومة يوسف الشاهد الأولى والثانية، وهذا موقفنا كان واضح، رغم اللي نحن سندناها للحكومة، سندناها الحكومة في الحكومة الأولى قلنا ما نشاركوش وتنفسر علاش، لأن وقتها المؤتمر التأسيسي متاع حركة مشروع تونس مازلنا كي قمنا به، معناها عنا شهر شهرين. دونك نحن كحركة مسؤولة وكحزب مسؤول كان الهدف متاعنا هو بناء حزب مش المشاركة في الحكومة، دونك قلنا ما نشاركوش، نساندوها ولا نشاركوا فيها. بالنسبة للحكومة الثانية تدرجنا شوية في الموقف، ساندنا الحكومة واقترحنا أشخاص مستقلين وقلنا ما يدخل حد من إطارات حركة مشروع تونس داخل هذه الحكومة. وفي الحكومة الثالثة اعتبرنا أنفسنا جاهزين كحركة مشروع تونس لأن استكملنا البناء الهيكل متاعنا من مكتب سياسي مكتب تنفيذي هيكل قاعدية
ومجلس مركزي قلنا نحن جاهزين للمشاركة في الحكومة. هذا الموقف الأول. الموقف الثاني بالنسبة لنا تواجدنا في حركة النهضة، وهذا راهو هام مثالش نفهم اللي راهو نفهم اللي في تونس مازلنا معناه ما عندناش تقاليد في الديمقراطية. نحن في انتقال ديمقراطي. الديمقراطية ماهيش ورقة في الصندوق، وهذه ديما نقولها. الديمقراطية هي ممارسة وهي عقلية. فما مفاهيم في تونس بطبيعة الحال مازلنا معناه مانيش متمكنين فيهم. كيما شنو؟ كيما هل الائتلاف الحكومي هذا، تواجد حركة مشروع تونس ولا أي حزب مع الحكومة، أنا بالنسبة لي أنا مغاير تماما على الائتلاف الحزبي. وباش نفسر عليش للسادة المستمعين، الائتلاف الحكومي ولا تواجدك في الحكومة مع حركة النهضة، أنت كحزب ماكش باش تنفذ برنامجك ولا ماكش باش تنفذ برنامج حركة النهضة، أنت باش تنفذ البرنامج الحكومي، البرنامج الذي سنة هذا هو السؤال اللي خلينا الناس تتسائل أين هو هذا البرنامج. في ألمانيا فما وثيقة فيها 200 صفحة تقريبا تعكس برنامج الائتلاف الحاكم. خليني فسر المبدأ الساعة متاع الائتلاف الحكومي ودخولنا مع حركة النهضة بصفة عامة، ومن بعد ندخلك في البرنامج الحكومي اللي هما دو فولي ديفيرون. لكن خليني المبدأ إذا خاطر قاعد يتقال برشا، قاعد يقول أنتم تخلتوا دونك تحالفتوا مع حركة النهضة. دخولنا في هذه حكومة النهضة، هذه حكومة النهضة أنتم مجرد صورة واجهة. أوكي خليني فسر لك ساعة الائتلاف الحكومي. دونك كما قلت لك تواجد حركة مشروع تونس داخل هذه الحكومة، لا حركة تونس حركة مشروع تونس باش تنفذ برنامجها الحزبي، لا حركة النهضة باش تنفذ برنامجها الحزبي. ستنفذ هذه الحكومة البرنامج الحكومي الذي أعده رئيس الحكومة سابقا وإلا لاحقا. هذه النقطة الأولى. يقعد من بعد الخطر واللي نحن كنا ديما نقوله وننده به كحركة مشروع تونس، وهو الائتلاف الحزبي والتحالف الحزبي اللي قامت به ندى تونس سابقا مع حركة النهضة، واللي قام به الباجي قايد سبسي مع رجل غنوشي في لقاء باريس. هذا اللي نحن ننده به، وهذا اللي نحن قلنا التحالف المغشوش، وهذا اللي نرفضوه. لأنه التحالف المغشوش هذاك والتحالف ما بين زوز كتل ولا زوز أحساب عنده مرجعية مختلفة، هذاك الخطر. لكن التواجد مع حركة النهضة داخل الحكومة هذاك بالنسبة لنا عمل حكومي طبقا لبرنامج حكومي. والله ما فهمتكش فطفة بالعيد للأمانة، يعني فكرتك مش واضحة بالكل. نفسر لك، وأنا متأكد جزء من المستمعين ما فهموا حد شيء. خليني نفسر لك. التواجدك في الحكومة أنت ماكش باش تنفذ برنامج حزبك ولا برنامج حركة النهضة، باش تنفذ برنامج الحكومة هكا ولا برنامج الحكومة، المخطط نتاع الحكومة، ميزانية الحكومة، البرنامج اللي عادوا ماهوش باش رئيس الحكومة ماهوش باش ينفذ برنامج حركة النهضة ولا حركة مشروع تونس. وينو هذا البرنامج وطفى بالعيد؟ هذا برنامج موجود. أين هو؟ عند رئيس الحكومة. عليه. دلنا لا عليه. أنا ما نجمش ندلك عليه. الرأي العام يحب يطلع عليه، أنا كصحافي نحب نطلع عليه. أنت وقتها جيب اليوم فما وثيقة منشورة من 200 صفحة. شوف للائتلاف الحاكم في ألمانيا من بين زوز الأحزاب اللي هما على طرفي نقيض فيه أرضية العمل الحكومي المشترك. أين هي هذه الأرضية؟ هل عندك ميزانية الدولة؟ علاش قلت لك فما شكون يعتبر هذا التغيير الحكومي هو مجرد نبيذ قديم في قنان جديدة؟ شو هو البرنامج الحكومي هذايا ولا التغيير الحكومي هو مواصلة لتنفيذ البرنامج الحكومي السابق مع بعض التعديلات. نحب أنا نرجع لك حاجة أخي، وثيقة كارتاج شنو اللي كانت؟ مع كلامكم السابق اللي هو كنتوا تقولوا على الحكومة أنها ما عندهاش رؤية وبرنامج. شوف الحكومة ما عندهاش رؤية وبرنامج. الآن تقول لي هذا مواصلة للبرنامج القديم. شو في تنفيذه راهو عندنا مشكل كبير في تونس في تنفيذ البرامج. وقت اللي انت تسمع توا الحكومه تقول لك مثلا او نحن اقترحنا وزير صحه، سيراو شريف اقترحنا وزير صحه لانه نحن كنا ننتقدوا وانا قابي في القطاع، لانه نحن كنا ننتقدوا اداء حكومه اداء معناها وزير الصحه السابق سعيد الحميمي كنا ننتقدوا صراحه. وفي التغيير اقترحنا شخصيه سيراو شريف اللي هو عنده تجربه 40 سنه في المستشفيات، ونحن معناها على قناعه تامه اللي سيراو شريف ماهوش باش يتاخر حتى نهار في تنفيذ برامجه، بلي باش يدخل باش يبدا يخدم وينفذ البرنامج اللي هو موجود والا يعطي اقتراحات. برنامج الحركه برنامج الحكومه، برنامج الحكومه بطبيعه الحال اذا كان هو ينجم يعطي اضافه في رؤيته وفي طريقه العمل نتاعو ولا في طريقه تنفيذه بيان سور برنامج حكومي. اخي شنو معناه كل وزير يجي وحده حك راسه ويجي برنامج ملفين الوحدة الحكومية؟ إخي نحب نفسر لك حاجة، وهذه الإضافة اللي تمت المرة هذه. رئيس الحكومة كنا ديما نقوله اللي هو مقيد بالمحاصصة الحزبية، ورئيس الحكومة كان ديما مقيد بالوزراء اللي مدوهم له الأحزاب. واللي تم المرة هذه ما فيش محاصصة حزبية، اللي هو ما تمش المرة هذه لأنه أعطينا الاختيار لرئيس الحكومة باش يختار الشخصيات اللي هو حاجته بها حسب برنامجه. وهو بعض الأسماء الموجودة في التشكيلة الحكومية الجديدة صراحة لا لا لا، فما بطبيعة الحال فما أسماء مانيش مقتنعين بها. لكن مثلاً شوف ما خليني أقول لك حاجة، إذا كان نحن كل حزب باش يجي يفرض على رئيس الحكومة رؤيته هو ويقول له أنا كحزب راه هذاك ما يعجبنيش وهذاك ما يعجبنيش، وقتها نحن دخلنا
دخلنا في القيود اللي هي مسلطة على رئيس الحكومة اللي احنا كنا نرفضها. إذا كان أنتم مش مقتنعين ببعض الأسماء اليوم، يعني فما أسماء ما هيش بالكفاءة المطلوبة واللي أنتم تدعيوا لها اليوم، هذا ما يقال وطفة بالعيد. شوف لكن فمش احنا كنا يعتبروا أنه فعلا حركة مشروع تونس قدمت خيرة كفاءاتها اليوم، كما نحكيه على العميد محمد فاضل محفوظ، عميد المحامين، أيضا من الشخصيات البارزة في المجتمع المدني، متحصل على جائزة نوبل للسلام، محامي عنده وزن وعنده ثقل كبير في قطاع المحاماة في المجتمع المدني، أيضا عبد الرؤوف الشريف اللي هو نائب شعب ونقابي معروف في قطاع الطب، وأيضا أستاذ استشفائي جامعي في الطب سمير بشوال اللي هو ولد الإدارة وربما مطلع على الملفات المتشعبة في علاقة بقطاع التجارة. ولكن فما شكون يعيب عليكم صمتكم حول وجود عدد من الشخصيات التي فرضت بمنطق المحاصصة الحزبية. شوف خليني نحاول جونيونس ان بو، انا خاطر ديما راني ما نحبش التطرف من هنا ومن هنا، ديما نحاول جونيونس مش صمتنا، لا خاطر اذا كانت دخلنا في التشكيلة الحكومية كيما نحن نحبوا وقتها نكونوا فرضنا على رئيس الحكومة توجهاتنا، ونحن قلت لك نرفضوا الشيء هذا، خلينا رئيس الحكومة في المقابل هو مش حركة النهضة نجحت وانها تفرض توجهاتها. حركة النهضة لأنه اللقط اللي صاير اليوم حول عدد من الوزراء المقترحين من قبل يوسف شاهد واللي هما منتسبين لنداء تونس بقطع النظر على الأسماء، وأيضا بعض الأسماء اللي هي منتسبة لحركة النهضة. شوف حركة النهضة حتى حد ما ينجم ينكر اللي هي معناها موجودة. أنا مانيش باش نلوم على حركة النهضة إذا كان هي فرضت أسماء، اللوم على القوى اللي تعتبر نفسها تقدمية وحديثية، اللي هي يمكن خلت بلاصة لغيرها، واللي هي في عز تبني ولا في عز البنيو الكل مع بعضنا اللي هي نتعاركوا. المعارضة أسهل بالنسبة لي، ولينا نتعاركوا وولينا غلطنا حتى في المنافس، لأنه أصبحت وهذا الاختر. دونك أنا ما نلومش على غيري اللي هو نجح، أنا اللوم على أنفسنا اللي نحن ما نجحناش في أن نكون قوة قادرة على فرض ما نريد، على خاطر أنا كي نحب نفرض ما نريد في أي مكان ما يزني أنا أكون قوي، وما نلومش على اللي القوي اللي فرض، اللوم على اللي لم يكن قادرا على أن يفرض نفسه في هذا المجال، وهذا قلت لك الاختر. إذا كان ناوي ندخل في 2019 بهذا الضعف وبهذا التشتت وبهذه الصراعات، والصراعات هذه تخلينا نغلطوا في المنافس، لأن المنافس ما هوش نحن في بعضنا، ما هوش القوى التقدمية في بعضها، ما هوش الصراع ما بين رئيس الجمهورية وما بين رئيس الحكومة، ما هوش الصراع ما بين رئيس الحكومة والحزب الذي ينتمي إليه، ما هوش صراع ما بين رئيس الحكومة وما بين القوى التقدمية والحديثية، ما هوش هذا الصراع الصحيح، هذا هي الصراع الغالط، هذا هي صراع يمكن فما بعض الأطراف عن وعي ولا عن غير وعي قصدت يكون الصراع هذا موجود، وفما عباد انخرطت في هذا الصراع، وهذا أكبر خطر على الانتقال الديمقراطي أول حاجة، على الانتقال الديمقراطي وعلى النمط المجتمعي في تونس، لأنه إذا كان وصلنا في الطريقة هذه وأخطأنا المنافس باش ندخلوا في 2014 ما عاش اللوم وقتها على حركة النهضة ولا غيره، يقول لك هي موجودة بأغلبية، وقتها اللوم علينا نحن اللي ما كناش مؤتمنين على أصوات الناخبين اللي اعطوهمنا في 2014. حركة النهضة تنجم تكون حليف ليكم وللمشروع السياسي بين الظفرين، ما يسمى بالمشروع السياسي ليوسف شاهد في جبهة انتخابية سياسية في المرحلة القادمة؟ لا مطلقا، حركة النهضة هي منافس معناها بكل وضوح لحركة مشروع تونس ولي معناها المشروع المجتمعي اللي نحن نديو به، هي منافس معناها ما نجموش نلتقيو، نجمو نلتقيو في أشياء اللي تهم معناها مبدئية واللي هي تهم إذا كان فما اتفاق مثلا على المحكمة الدستورية وعلى هيئة الانتخابات ولا غيره، ولا مثلا على تقرير الحريات وقتها فما حتى مشكل، بالعكس معناها الإجماع. مشروع تونس ستصوت على مشروع التحوير القانوني المتعلق بالمساواة في الإرث؟ مبدئيا نشوف، ما زلنا هو ما تعرضش الصيغه اللي باش تعرض المبدأ فيها المبدأ. لا المبدا الا لا بحيث المبدا بيان سور سنصادقه، لكن ديما نقول لك راهو المصادقه تجي بعد دراسه القانون وبعد ان تجتمع الكتله ويجتمع المكتب السياسي وناخذوا قرارنا في اطار الهيئه. شو اللي يمنع نكونوا في جبهه انتخابيه مع حركه النهضه من اجل المصلحه الوطنيه؟ لا 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 ما نجموش، لانه زوز مش راكم حلفاء في الحكومه. لا حلفاء في الحكومه مانيش حلفاء تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. لا لا شوف حلفاء في الحكومه كما قلت لك حسب برنامج حكومي، لكن على مستوى الأحزاب عنا اختلاف مشاريع مجتمعية. بالنسبة لنا احنا حركة النهضة هي حزب عنده المرجعية الدينية متاعه، عنده ناخبيه، عنده القاعدة متاعه، عنده ثوابته اللي هي تختلف تماما على ثوابت حركة مشروع تونس. تخافوش تخسروا أكثر من اللي تربحوا من الدخول في الحكومة اليوم؟
شوف حتى ان كلفنا الامر ذلك واذا حكينا فيه في المكتب السياسي، لكن نحن ديما نقولوا اللي نحن نستشرفوا وما يسالش نهار اخر يقولوا لنا فشلتوا مع هذه الحكومه وما يقولوناش قعدتوا تتفرجوا في تونس قاعده معناها تنهار وما عملتوا حتى شيء. دونك اخترنا هذا الخيار المغامره ومسانده هذه الحكومه لانقاذ ما يمكن انقاذه، وخاصه لانقاذ المسار الديمقراطي، الانتقال الديمقراطي، باش نخلطوا على الاقل في 2019 نعملوا انتخابات في موعدها حسب معناها الضوابط، على الاقل الحد الادنى من الضوابط القانونيه اللي تمكننا من اجراء انتخابات سليمه ونزيهه وشفافه. وصفه بالعيد حركه مشروع تونس اليوم تنجم تكون جزء من الحزب السياسي الكبير اللي تحدث عليه النائب السحبي بن فرج واللي قد يشكل المشروع السياسي ليوسف الشاهد في المرحله القادمه. ينجم لانه هذا يجي في اطار التجميع اللي كنت نحكي فيه قبل، لانه كما قلت لك كما كنا نديو بنداء تونس التاريخي بارجاع معناها نداء تونس الاولاني، وحتى وقتها كنا طلبنا من يوسف الشاهد ومن الأشخاص الملتفين حول يوسف الشاهد أن يلتقيوا في نداء تونس التاريخي. دونك نحن في إطار التجميع، وين فما قوة تقدمية قادرة على التجميع نحن باش نمشيو في هذا الاتجاه. فما مشاورات اليوم في هذا الاتجاه، فما نية سياسية، فما انطلاق الحديث كما هذا. كما قلت لك راهو اللي مازال ما فهمش، وخليني نعاود نقولها للمرة الألف، اللي مازال ما فهمش اللي القوى هذية إذا كان ما تتجمعش في مشروع ائتلاف ولا جبهة ولا معناها حزب كبير قادر على التنافس على السلطة في 2019 راهو ما فهمش اللي البلاد في خطر. شكون نجم يكون معاكم في مشروع الكيان السياسي الجديد هذا؟ كل الـ الأشخاص بالإضافة إلى كتلة الائتلاف الوطني ويوسف الشاهد ومن حوله، كل الأشخاص اللي عندهم اللي معناها نفس عندهم المرجعية. يعني مشروع تونس ممكن ينصهر في كيان سياسي جديد مطروح الفرضية شوف مادامها لم تعرض على المكتب السياسي لاتخاذ القرار، معناها بالنسبة لنا نجم نقول حتى شيء، معناها لأنه كل قراراتنا يتم اتخاذها فيها داخل هيكل الحزب بالنقاش وبالتصويت. دونك جبهة ولا انسهار ولا غيره، هو المشروع في حد ذاته راهو مازال ما تمش عرضه علينا ولا معناها ماهوش موجود بصفة مجسمة، معناها هو كلام، هو تطلعات، هو معناها الحديث حول هذا البرنامج اللي هو لم يعرض إلى حد هذا التاريخ. كل الشكر ليك وطفة بالعيد رئيسة المجلس المركزي لحركة مشروع تونس، تغادرنا لأنه عندك التزامات. شكرا ليك على حضورك معنا اليوم في هذا الجزء الأول من برنامج هنا تونس. طب بعد نعطيك شوية الكلمة للتعقيب على كلام وطفة والتعليق. بعد شوية ضيفتنا في الجزء الثاني يسرى فراوس رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، لكن قبل هذا نمشي موجز الأخبار وراجعين هنا تونس.